يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. أولى حلقات الأسبوع دايما بتكون حلقة مهمة وساخنة، عندنا العديد والعديد من الأخبار المتنوعة على مختلف الأصعدة، سواء على الصعيد المحلي الصعيد العالمي. وقبل كل ده اللي بيهمنا بشكل أكبر طبعا كل أخبار وجديد النادي الأهلي وتفاصيل مهمة جدا هتكون معنا على مدار حلقة اليوم. دايما تواصل حضراتكم معنا بيكون غاية في الأهمية في الحقيقة، وسؤال الحلقة النهاردة بيتعلق بمباراة الغد بالنسبة للنادي الأهلي في بطولة الدوري، وهي المباراة رقم 10 في مسيرة النادي الأهلي هذا الموسم بالتحديد في بطولة الدوري. عندنا ماتش مع طلائع الجيش، توقعاتكم لتشكيل الأهلي في هذه المباراة، هناخد تواصل حضراتكم معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، تويتر فيسبوك وإنستجرام، والجزء الأخير تحديدا هنقرأ كل تفاعل حضراتكم معنا. لكن دايما الحلقة بيكون لها عناوين مهمة نشوفها في ترند الأهلي. الفريق يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش. سلبية مسحة لاعبي الأهلي. أما في الترند المحلي، البدري يفاضل بين 36 لاعبا محليا لقائمة المنتخب. طيب قبل ما نتكلم في التفاصيل كالعادة خليني أقول لحضراتكم أهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات. نبتدي بالدوري الإنجليزي والجولة رقم 26 في هذه البطولة الكبيرة والمثيرة في الحقيقة. مانشستر سيتي ابتدى مباراته النهاردة أمام ويست هام يونايتد في تمام الساعة الثانية والنصف مساء، انتهت بفوز مانشستر سيتي 2-1 بأهداف ستونز ودياز مدافع الفريق، وهدف وحيد عن طريق أنطونيو مهاجم فريق ويست هام يونايتد، عشان يواصل مانشستر سيتي تصدره لجدول المسابقة بفارق كبير من النقاط، ويقترب بشكل كبير من تحقيق اللقب الغائب عنه الموسم الماضي لما ليفربول كسبه. كمان في مباراة انطلقت في هذه اللحظات ما بين ويست بروميتش ألبيون مع برايتون، لسه ابتدت بلهاش دقيقة كده، وليدز يونايتد هيلعب الساعة 7:30 مع أستون فيلا. مباراة هتشهد تواجد مع أحمد المحمدي طبعا كباك رايت في ظل يعني غياب اللاعب الأساسي في هذا المركز، وممكن نشوف تريزيجيه كمان نجمنا المصري في هذه المباراة سواء كأساسي أو بديل. نيوكاسل يونايتد هيلعب مع ويلفرهامبتون الساعة 10 بالليل. دي مباريات الدوري الإنجليزي. فيما يتعلق بمباريات الدوري الأسباني، مباراة انتهت منذ لحظات ما بين إيبار وهيويسكا، ابتدت الساعة 3 انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. إشبيلية هتلعب مع برشلونة كمان 13 دقيقة الساعة 5:15، ديبورتيفو ألافيز مع أوساسونا الساعة 7:30، وختافي مع فالنسيا الساعة 10 بالليل. أما الدوري الإيطالي ففي بعض المباريات أيضا. مباراة انطلقت الساعة 4 ما بين سبيزيا مع بارما، بارما متقدم 2-0 والشوط الأول انتهى خلاص، الشوط الثاني يعني على وشك البداية. بلونيا هيلعب الساعة 7 مع لاتيو، وهيلاس فيرونا هيلعب مع يوفنتوس الساعة 10:45. دي أهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات العالمية، وفي الحقيقة كلها مباريات مثيرة جدا. لكن الأهم بكل تأكيد بالنسبة لنا هو آخر أخبار وتفاصيل النادي الأهلي، خصوصا في ظل الاستعداد للمباراة الهامة المقبلة في بطولة الدوري أمام طلائع الجيش، واللي هتكون بكرة بإذن الله تعالى. تفاصيل كتير جدا بس هتكون معنا بعد الفاصل، استنونا. طيب نعد مع بعض كده، ادي 1 2 3 4 5 6، ده مش منطقي. 6 لاعبين الكلام على مدار الاسبوع والعشر ايام اللي فاتوا بالتحديد، من عدد كبير جدا من المجتهدين اللي بيحاولوا يجتهدوا في الاخبار واصدقائنا وزمايلنا الاعزاء الاعلاميين، بخصوص ايه؟ بخصوص ارتباطهم بالتعاقد مع النادي الاهلي، وان النادي الاهلي خد خطوات رسميه في طريق التعاقد مع بعض اللاعبين عشان ينضموا لفريق النادي الأهلي. بعض الأخبار دي ممكن تكون أخبار استنتاجية، وفي البعض الآخر غير منطقي بالمرة، يعني اللي هو إيه، حد بيبقى عايز يفرقع حاجة كده يقول خبر عشان يعمل ضجة أو بتاع وبيبقى على الفاضي، يعني حاجات مش لما تيجي تعقلها كده لا مش طبيعية، يعني بيبقى ليها أهداف أخرى. وبالتالي انا حابب اتكلم مع حضراتكم في الملف ده تحديدا عشان اقول لكم ايه اللي بيحصل، وعشان اقول لكم الاتجاهات ماشيه ازاي بخصوص النادي الاهلي. اولا دلوقتي احنا فين؟ في شهر فبراير، اخر فبراير، يعني بكره ولا بعده ايه؟ اول مارس، يعني مفيش اي فتره انتقالات حاليه موجوده اصلا،
يعني يناير لسه خلصان، واحنا كان قبل يناير بشهر بس كان فتره انتقالات الصيفيه، لان الامور كانت بايظه شويه بخصوص مواعيد الجدول الدوري والمسابقات مختلفه بسبب فيروس كورونا والامور اللي احنا الظروف اللي بيمر بيها العالم كله يعني. فالفتره الحاليه ما فيش اي اصلا فتره انتقالات الا لو في، واحنا مثلا مش واخدين بالنا او الجمهور مش واخد باله او كل الناس مش واخده بالها، ما فيش خالص. فبالتالي من غير المنطقي اطلاقا ان الاهلي يكون تعاقد مع اي لاعب عشان ينضم لصفوف الفريق. وكمان في كمان بعض الاخبار مثلا يقول لك ايه، في لعيب مثلا معار في نادي، معار في نادي وهيخلص اعارته وهيرجع مثلا على نادي كبير ويقول لك الاهلي تعاقد معاه. طب ازاي؟ اديني عقلك يعني. يعني اللعيب لسه قدامه سنتين عشان يبقى فري، وطالما هو بقى فري ممكن اي حد يفكر ان هو يكون موجود، بس امتى؟ بعد سنتين يعني، يحيني ويحييك ربنا كده باذن الله بعد سنتين نشوف الخبر ده هيبقى صح ولا غلط. هل ده منطقي؟ هل دي امور طبيعيه؟ مش طبيعيه بصراحه. وللاسف دايما الواحد لما يجي يقول خبر لازم، مع كامل الاحترام لكل زمايلنا واصحابنا يعني، لازم يعمل ايه؟ يعقل الخبر الاول. انا حد كلمني قال لي خلي بالك اللعيب فلاني ده رايح الاهلي او رايح الزمالك او كام، انت افكر؟ لو انا فكرت مش هقول الخبر ده اصلا. لكن في ناس بتفرح مثلا ان حد قال لهم حاجه لغرض ما فيطلع يقول عشان اقلب الدنيا بقى والناس تتكلم بقى وكلام من ده، وده كلام غير واقعي بصراحه. هل انا دلوقتي لو انا واحد كاعلامي مثلا طلعت مع حضراتكم دلوقتي قلت لكم الاهلي تعاقد مع مثلا طارق حامد من الزمالك، مش هعمل ضجه؟ هعمل ضجه والناس هتقعد تتكلم عليا كتير جدا، والناس هتقعد تتكلم على الموضوع ده كده، والفيديو بقى يجيب فيوز قد كده، بس هفقد المصداقيه، هفقد المصداقيه عند الجماهير. وانا بقول كمثال يعني، انا بقول القصه دي كمثال عشان ما حدش ياخد الموضوع في اتجاهات ثانيه، هفقد المصداقيه على طول. فبالتالي في البعض الاخر راح في اتجاه المهاجمين، قال لك الاهلي بشكل رسمي خلص مهاجم، خلصت خلاص. ازاي يا جماعه؟ الاهلي عنده اولا لو هم بيتكلموا في مهاجم اجنبي، احنا عندنا خمس لاعبين اجانب، عندك اجايو علي معلول، وعندك بدر بنون، وعندك اليو ديانج، وعندك والتر بولي. الخمسه ما شاء الله ماشيين كويس، واحد مش موفق بتاعها ان شاء الله الفتره الجايه هيبقى كويس. فمفيش اي مجال اصلا انت تتكلم عن انك تبدل حد فيهم دلوقتي، وخصوصا مفيش اي فتره انتقالات. لكن ايه اللي بيحصل بقى عشان اقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل بالظبط؟ الناس المسؤوله عن التعاقدات في النادي الاهلي سواء امير توفيق مدير اداره التعاقدات، والراجل بيعمل مجهود كويس وشغل كويس، او لجنه التخطيط للكره اللي بتنسق كل شيء مع الجهاز الفني ومع اداره التعاقدات، وكله تحت اشراف المشرف على الكره الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. الناس بتشتغل تتواصل بشكل دائم مع المدير الفني اللي ممكن جدا ان هو لما يطلب لعيبه يطلبهم من الدوري المصري كلعيبه محليين مصريين، مش شرط اي لعيب بيفكر فيه المدير الفني يبقى هو لعيب اجنبي، لا ممكن يكون في لعيبه مصريين. فبيتم استعراض الاراء بتاعه الجهاز الفني على راسه طبعا المدير الفني الحالي مستر بيتسو موسيماي، ويتم التناقش ويتم اتخاذ بعض الخطوات المبدئيه علشان يبقى في رسمي بعد كده. او مش بتاخد خطوات كمان، انت بتحاول تجهز نفسك، بتعمل تصور لشكل الفريق في اللي جاي، وده طبيعي لاي فريق بطل. اي فريق بطل، احنا عندنا الاهلي ما شاء الله بطل افريقيا، ثالث العالم، بطل الدوري، بطل الكاس، ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني. فدايما بيحب يرتب نفسه، يرتب اموره، انا عندي ايه، محتاج ايه هنا، طب ماشي لو انا عايز مثلا في المركز الفلاني لعيب، طب عندي رقم واحد ده خيار اولاني، رقم اتنين ده خيار تاني، رقم ثلاثة لو فشلت في اول والتاني ده اجيب التالت. بحدد الطلبات ابتدي اشتغل عليها لما يبقى في فتره انتقالات قريبه. لكن احنا هنا عندنا دلوقتي فتره انتقالات امتى يا جماعه؟ لو الامور ماشيه بشكل كويس او بظروف طبيعيه، الطبيعي في العالم كله ان فتره الانتقالات الصيفيه بتبقى في شهر 7 و8، ده الطبيعي في العالم كله. لكن نظرا للظروف ونظرا لعدم معرفه موعد انتهاء بطوله الدوري، فانت ممكن يمتد معاك الموضوع لحد شهر 9 مثلا، ممكن كمان يبقى شهر 10 عشان يبقى في انتقالات صيفيه. فده لسه بدري قوي يعني، اقل تقدير 5 شهور، وممكن يبقوا 7 و8 كمان عشان تبتدي تتعاقد مع لعيبه جدد. طيب السؤال بقى هنا، هو الاهلي فاضي يا جماعه؟ ما فيهوش فرقه؟ اللعيبه الموجوده في الاهلي دي لعيبه على قدها يعني؟ ما بتعرفش تلعب؟ ما حققتش انجازات؟ ما جابتش بطولات؟
ملهاش رصيد عند الجمهور؟ لا بصراحة الأهلي فيه لعيبة جامدة جدا. الأهلي عنده قائمة متكاملة من اللاعبين. معنى كده الأهلي مش هيفكر في التعاقد مع حد؟ لا أكيد هيفكر، لأن أنا لسه قايل لكم من شوية إن الأهلي دايما بما إنه فريق بطل بيحاول يدعم باستمرار عشان يظل على القمة، وده هدف أساسي بالنسبة لكل الناس المنظومة كلها في النادي الأهلي. لكن بتستنى لغاية لما تدرس وتشوف الوضع بالنسبة لك إيه واحتياجاتك إيه، وتبتدي تشتغل في الوقت المناسب بالشكل الرسمي وبالطرق المشروعة، بالطرق المشروعة، لأن دي حاجة أساسية عند النادي الأهلي ومسؤوليه ومعتادين عليها دايما. فالحديث عن الصفقات دلوقتي بصراحة هو لمجرد إن أنت تعمل، عشان أتكلم عن حد بعينه بصراحة، أنا بتكلم عن الناس كلها أو بعض الناس اللي هم بيحاولوا يتكلموا في الحتة دي وبيجتهدوا، واجتهاد أنا ما عنديش فيه مشكلة خالص، لكن الاجتهادات الغير منطقية والغير يعني عقلانية بصراحة دي اللي ملهاش لازمة. وأنت بتحاول أو البعض برضه بيحاول إن هو يخلق أزمات أو مشاكل أو يشتت أذان اللاعبين الموجودين دلوقتي في الفرقة. لما أنا كلاعب عندي ثقة طبعا في نفسي وكل حاجة، بس هسمع إن أنا الأهلي بيتفاوض مثلا لعيب في مركزي أو الأهلي، فثقتي هتقل في نفسي، هيبقى في ضغوط أكتر عليا، فبالتالي مش هأدي بالشكل المطلوب بالنسبة لي، فبالتالي هبتدي أدخل في طريق مش مطلوب إطلاقا يعني، وطريق هيخسر النادي وهيخسر اللاعب. فإحنا بنأكد لحضراتكم كل اللي بتسمعوه بخصوص تعاقد النادي الأهلي بشكل رسمي مع أي لاعب من اللاعبين هو أمر غير صحيح. وأنا بطلب من الجماهير بشكل عام، من الجماهير لما تيجي تسمعوا خبر فكروا فيه الأول، وأنتوا هتعرفوا الخبر ده صح ولا غلط، فكروا في الخبر وتعرفوا إيه الصح وإيه الغلط يعني. والجمهور يعني عنده الذكاء بما فيه الكفاية في الحقيقة يعني، الأمور كلها بقت واضحة بالنسبة للجميع. الجزئية الثانية إن النادي الأهلي وإدارة التعاقدات تحديدا مش عندها ملف بس اللي هو ان احنا بنتعاقد بس بنتعاقد، لا عند في ملف تاني مهم قوي وهو التجديد لبعض اللاعبين. الاهلي جدد للبعض خلال الفتره اللي فاتت او على مدار الفترات اللي فاتت، وباذن الله هيجدد للبعض الاخر على مدار الفترات اللي جايه، وفي توافق كبير جدا ما بين مسؤولين في الاهلي وما بين بعض اللاعبين من غير ما احدد اي اسماء يعني. لكن في حاجه رسميه بخصوص تجديد الحد خلال الفتره اللي جايه لسه ما فيش اي حاجه رسميه، لان برده كان في اخبار بخصوص فلان جدد وفلان بشكل رسمي خلاص مستمر، لسه فيش حاجه رسميه. فانا حبيت ان في البدايه كده اطلع اتكلم معاكم بخصوص ايه الحاجات المهمه دي واكدها لحضراتكم، لان التساؤلات كتيره جدا، ودايما الواحد او احنا كفريق عمل البرنامج بيجي لنا تساؤلات كتير، وغيرنا في قناه النادي الاهلي بيجي له تساؤلات كتير في مختلف البرامج، فاحنا دورنا ان احنا نوضح كل كبيره وصغيره لجماهير النادي الاهلي العظيمه في كل مكان. ادي امر. الامر الثاني هو بيتعلق بمنتخب مصر. منتخب مصر كابتن حسام البدري، احنا مقبلين على معسكر شهر مارس عشان نستعد لمباراتي كينيا وجزر القمر، مباراتي اطار تصفيات بطوله كاس الامم الافريقيه. الكابتن حسام البدري حدد 36 لاعب محلي، او بشكل عام 36 لاعب بشكل عام محلي ومحترف، علشان يختار ما بينهم القائمه النهائيه الخاصه بالمعسكر المقبل. طيب 36 لاعب محلي و42 القائمه كلها، حلو كده. مختار من الاهلي حوالي 11 لاعب. انا هقول لحضراتكم اسماء اللاعبين كلها اللي اختارهم كابتن حسام بدري كقائمه مبدئيه، وفي الاخر هيختار ما بينهم القائمه النهائيه. زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، في حراسه المرمى محمد الشناوي، محمد ابو جبل، محمد بسام، شريف اكرامي، عمر رضوان، ما شاء الله عليه عمر رضوان مميز جدا. خط الدفاع محمد هاني، احمد توفيق، احمد حجازي، محمود الونش، محمود علاء، علي جبر، ايمن اشرف، احمد ابو الفتوح، محمد حمدي، احمد ايمن منصور، محمد عبد الغني، اسامه جلال. تمام. خط الوسط طارق حامد، محمد النني، حمدي فتحي، عمرو السليه، اكرم توفيق، مهند لاشين، وامام عاشور. الخط الوسط الهجومي محمد صلاح طبعا، احمد زيزو، عبد الله السعيد، افشه، تريزيجيه، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، يوسف اوباما، محمود عبد المنعم كهربا، ومحمد ابراهيم، واحمد سمير. وفي خط الهجوم كل مصطفى محمد، كوكا، محمد شريف، احمد ياسر ريان. بصراحه كلهم لعيبه مميزه ولعيبه مهمه جدا بالنسبه لمنتخب مصر. نتمنى يا رب كل التوفيق للكابتن حسام البدري وللقمره. حسام البدري مدرب كبير، ان شاء الله عندنا امال كبيره جدا في نجاح المنتخب
من خلاله. دي القائمة المبدئية، وأكيد خلال أيام قليلة هيتم الإعلان بشكل رسمي عن القائمة النهائية بخصوص منتخبنا الوطني في المعسكر المقبل نهاية شهر مارس استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر. دي أمور مهمة جدا كانت مع بداية الحلقة. أنا هروح لفاصل، بعد الفاصل هيبقى عندي تفاصيل أكتر بخصوص كمان استعدادات النادي الأهلي لمباراة الغد إن شاء الله أمام طلائع الجيش. استنونا. الغد أمام طلائع الجيش في الأهمية بالنسبة لفريق النادي الأهلي، سواء في إطار ان انت بتنافس وبتدافع عن لقبك المفضل بطولة الدوري وعندك فرصة مؤجلة تبقى متصدر بإذن الله تعالى، او كمان مهمة لسبب اخر وهو بيتعلق بتحسين صورة النادي الاهلي وتحسين صورة الفريق بعد الاداء في المباراة السابقة امام سيمبا التنزاني. بالمناسبة فريق قوي جدا، واحنا اتكلمنا مع بعض كتير وقلنا الفريق ده مميز او اللعب كرة حلوة بصراحة. الاهلي ما كانش في يومه اطلاقا، المدير الفني ما كانش في يومه اطلاقا بصراحة، برضه عشان نكون منطقيين وبنتكلم بمنتهى الوضوح مع حضراتكم، يعني ما كانش ده الاهلي خالص في المباراة دي، ومش هو ده الاهلي اللي احنا بنتمنى دايما ان احنا نشوفه، لكن وارد كل الامور دي وارد انها تحصل. انت بطل، حققت بطولات كتير جدا على مدار السنه اللي فاتت، اخرها كمان برونزيه كاس العالم للانديه، وارد ان انت يكون ليك كبوه، مهم ان هي تكون كبوه يعني في اطار محدود جدا تستفيق بعديها بشكل جيد، وارد تكون غير موفق، وارد انك تكون في يوم مش يومك، كل دي امور بتحصل في كره القدم. يعني الاهلي مش هيفضل يكسب على طول، وانا بستغرب بصراحه ان دايما اول خساره للاهلي حتى بعد بايرن ميونخ لما خسرنا منه، دي خساره منطقيه في الحقيقه، اول خساره للاهلي يقعد الكلام بقى يزيد على المدير الفني ويزيد على اللاعبين، وده كلام يا جماعه مش موجود في الكوره، كلام مش ما بيبقاش منطقي ومش واقعي بصراحه. يعني الاهلي مش بيلعب نفسه، اه طبعا هو ده عشان النادي الاهلي الناس دايما بتبقى متعوده الاهلي بيكسب على طول، لكن الاهلي يا جماعه في منافسات قويه جدا، الدوري منافسه قويه، عندك نادي الزمالك نادي كبير بتنافس معاه، هو النادي الوحيد اللي بينافس بيراميدز بقى الكلام ده طبعا هم بعيد جدا يعني. فمنافسه قويه مع بيراميدز او مع الزمالك عفوا مش بيراميدز، يعني عندك كمان في دوري ابطال افريقيا عندك الزمالك وعندك الترجي وعندك انديه كتير جدا جدا عشان ما انساش فريق، كلهم انديه قويه وفرق قويه. فالمنافسه اكيد هتبقى صعبه جدا. فبيبقى طبيعي ان الاهلي يكون ليه كبوه او مباراه ما تبقاش انت موفق فيها اطلاقا والشكل فيها ما كانش حلو، لكن الاهم ان انت تستفيد بسرعه وتقدر تحسن الصوره بتاعتك، وده اللي احنا بنتمناه ان شاء الله باذن الله من مباراه بكره امام طلائع الجيش، مباراه مهمه قوي في بطوله الدوري. الاهلي بيستعد وبيواصل استعداداته وبيختتم كمان استعداداته النهارده قبل مباراه الغد، عشان كده انا عايز اروح سريعا لزميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي من استاد مختار التتش عشان نطمن من خلاله على كل الكواليس وكل جديد النادي الاهلي قبل مباراه بكره باذن الله. يا توفيق مساء الخير. مساء الخير عليك يا امير، يعني تحياتي ليك ولكل مشاهدينك الكرام وكل متابعي قناه النادي الاهلي في كل انحاء العالم. اهلا بك يا توفيق، عايزين نطمن من خلالك على كل ما يخص الفريق وكواليس انتهاء استعداد النادي الاهلي لمباراه الغد امام طلائع الجيش، اتفضل. زي ما ذكرت يا امير في كلامك، يمكن الاهلي كمان المعلومه لازم نشير ليها، الاهلي بيعود للمشاركات المحليه بعد 32 يوم من الغياب، يمكن اخر مباراه كانت النادي الاهلي كانت في 26 يناير الماضي امام فريق بيراميدز في الاسبوع العاشر. الاهلي بيعود من جديد بعد 32 يوم ومباراه طلائع الجيش في الاسبوع ال 14، يمكن طبعا عشان زي ما كل الناس عارفين النادي الاهلي كان بيشارك في كاس العالم انديه، وبعد كده يمكن اول مباراتين في دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. كان التمرين زي ما ذكرت التمرين الاخير، والنادي الاهلي ينهي باستعداده لمباراة طلائع الجيش غدا ان شاء الله، بدأ في الثالثة والربع، استمر حوالي 140 دقيقة، كان سبق المران طبعا كالعادة محاضرة فيديو من مستر موسيماني طبعا بيشرح اللاعبين طريقة الأداء في المباراة الجاية، نقاط القوة والضعف لدى المنافس اللي هيكون طلائع الجيش بالطبع. بعد كده بدا المران ببعض الجمل يعني بعض التدريبات البدنيه الخفيفه، نظرا ان كان التدريب الاساسي امبارح كان رافع فيه الحمل شويه، لكن النهارده الاحمال البدنيه اقل بالطبع. بعد كده تم عمل بعض التمرينات في الثلث الاخير من الملعب الهجومي، بعض الجمل التكتيكيه للمستر موسيماني كان حريص انه يحفظها للاعبين ان شاء الله يتم تطبيقها في مباراه الغد. وبعد كده يمكن نهى المران بتقسيمه بطول الملعب تراي ماتش بين فريقين متكاملين، يمكن شهدت بعض الجمل وكان مستر موسيماني حريص انه يوقف
التقسيم اكثر من مره، بعض الجمل اللي عايز يعدلها، بعض الجمل عاوز يضيف عليها، بعض اساليب اللعب عايز يطبقها في الفتره الاخيره. ويمكن يعني بشكل واضح بان لنا ان شاء الله التشكيل هيبدا بيه مستر موسيماني المباراه بكره، طبعا مش هنفصح عنه، لكن بنسبه كبيره في تعديلات كبيره عن ماتش سيمبا الاخير في دوري ابطال افريقيا هتبقى موجوده بكره في المباراه. يمكن قبل المران اعلن دكتور احمد ابو عبله سلبيه المسحه الطبيه للفريق بالكامل، وان شاء الله يكون كل اللاعبين متاحين امام الجهاز الفني للمشاركه غدا. طيب توفيق، عايز اطمن من خلالك على بعض اللاعبين وموقفهم من مباراه الغد، بالتحديد علي معلول وصلاح محسن وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر، موقفهم ايه؟ بالترتيب كده وواحده واحده معاك. طاهر شارك في المران بشكل كامل وكمان التقسيمه، واعتقد انه هيكون موجود بكره في المباراه سواء على دكه البدلاء او في ال11 اللي هيبدا المباراه. بعد كده ناصر ماهر شارك في المران برده بشكل كامل فيما عدا التقسيمه، خرج قبل التقسيمه ما تجرى واكتفى بالجري حوالين الملعب. علي معلول يمكن ما ظهرش النهارده، اكتفى ببعض التمرينات الاستشفائيه في الجيم وداخل جيم النادي الاهلي. صلاح محسن برضو قضى بعض التمرينات الاستشفائيه داخل الجيم في برنامجه العلاجي، يعني زي ما بنتكلم ان اعتقد بنسبه كبيره كده كده طاهر موجود ان شاء الله في الماتش. ناصر ماهر احتمال يكون موجود واحتمال لا، يمكن احنا منتظرين خروج القائمه بعد دقائق، لكن علي معلول وصلاح محسن لا يعني بنسبه اكتر من 90% مش موجودين في مباراه بكره. كمان وليد سليمان ظهر النهارده، يمكن اكتفى بالجري حوالين الملعب هنا في ملعب التتش، وكمان محمود متولي طبعا في اطار برنامجه العلاجي ايضا اكتفى بالجري حوالين الملعب. نيدفيد ابتدى في التدريبات الجماعيه ولا لسه يا توفيق؟ لا، يمكن سالت كمان دكتور احمد ابو عبله، هو ماشي في البرنامج الموضوع ليه بشكل اكثر من رائع، لكن لسه ما نزلش الملعب وما شاركش في يعني التدريبات الجماعيه للفريق. لكن الله يعني كريم نيدفيد ومحمد محمود من اللاعبين المؤثرين ان شاء الله قريبا جدا يعني يكون في اخبار صار لكل جماهير النادي الاهلي، يكونوا بالتدريج داخلين ان شاء الله يمكن بدايه من الشهر القادم ان شاء الله يكون لهم تواجد مع الفريق الاول ان شاء الله في التدريبات الجماعيه. ان شاء الله يا توفيق، انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل القناه الاهلي اللي كان معانا على الهواء مباشره من استاد مختار التتش، طمنا بشكل كبير جدا على اخر استعدادات النادي الاهلي لمباراه بكره امام طلائع الجيش، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. اذا اللي هيكون متاح لمستر بيتسو موسيماني، ولما نشوف برضو القايمه اللي هتخرج خلال لحظات، بمجرد ما تخرج اكيد واحنا على الهوا هنقول لحضراتكم قايمه الفريق، لكن اللي جاهز هو طاهر محمد طاهر بما انه شارك في كل فقرات المران. لكن فيما يتعلق بعلي معلول، صلاح محسن، ناصر ماهر، اعتقد ان هم خلاص كده خارج مباراه الغد، وبرضو كله هيبان بالتحديد بخصوص ناصر ماهر، ما اعتقدش انه بكره هيكون موجود، او ما اعتقدش كمان القايمه هيكون متواجد فيها، لكن كلها اسماء كبيره جدا، ومجرد عودتهم كمان هيدوا اضافه كبيره جدا لفريق الاهلي، وخصوصا في ظل تواجد عدد وافر من اللاعبين المميزين في صفوف الفريق. ولسه كمان وليد سليمان، عندنا لعيبه كتير ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني نتمنى لهم يا رب دايما التوفيق. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نكمل فقرات الحلقه النهارده، استنونا. أخبار الأهلي في الحسابات أو من خلال الحسابات المختلفة على السوشيال ميديا. خلينا نبتدي من خلال ترند الأهلي بالحساب الرسمي للنادي، واللي بيقول أو بيعلن وبيعرض للجماهير مباريات الأهلي خلال الفترة المقبلة. الأهلي هيبتدي طبعا بمباراة طلائع الجيش بكرة يوم 28 فبراير، بعد كده هتلعب الإسماعيلي يوم 10 مارس، وبعد كده هتلعب النصر في كأس مصر يوم 14 إبريل، وبعد كده هتلعب الزمالك في مباراة مؤجلة من الدور الأول يوم 18 إبريل، وبعد كده هتلاعب سموحة 26 وإنبي 4 عفوا سموحة 21 وإنبي 24، وبعد كده المصري 27، مباراة مضغوطة جدا جدا، وبعد كده يوم 30 إبريل مع الجونة، وتلعب 3 مايو مع المحلة، وبعد كده 6 مايو مع الاتحاد السكندري، وبعد كده تختم بالزمالك كطبعا خدام مؤقت، لان لسه في مباريات اخرى هيتم الاعلان عن مواعيدها من قبل لجنه المستويات بالاتحاد المصري لكره القدم. الزمالك المباراه الثانيه هتكون يوم 10 مايو، كلها فرق كبيره وفرق محترمه، والمنافسه هتكون غايه في الصعوبه، ان شاء الله الفريق يكون مركز ويقدر يحقق المطلوب خلال الفتره اللي جايه، كامل الثقه والدعم للجهاز الفني واللاعبين بكل تاكيد. خلينا نروح للوطن الرياضي، حسامه على فيسبوك وبيقولوا على رأسهم طاهر، ثلاث لاعبين عائدين لقائمة موسيماني أمام طلائع الجيش، وهم هنا بيتكلموا عن طاهر محمد طاهر كأبرز هؤلاء اللاعبين، بيتكلموا كمان على حسين الشحات وإن هو هيكون متواجد ومتاح بالنسبة للجهاز الفني في مباراة الغد، منتظرين برضو قائمة النادي الأهلي بشكل رسمي.
بيتكلموا كمان على صلاح محسن تالت لاعب بيتكلموا عنه في الوطن الرياضي. اعتقد صلاح محسن اعتقد يعني هنتاكد برده كمان شويه اعتقد مش هيكون متاح للجهاز الفني في مباراه بكره لعدم الجاهزيه التامه. النادي الاهلي فكلهم لعيبه كبار وكلهم باذن الله يقدروا يعملوا لنا مباراه كبيره بكره ان شاء الله. خلينا نروح لسبورت 360 حسام بيقولوا علي معلول خارج قائمه الاهلي لمباراه طلع الجيش بالدوري وسيتم تجهيزه لمباراه في فيتا كلوب في الدوري ابطال افريقيا ان شاء الله. علي معلول احد المفاتيح المهمه بالنسبه للنادي الاهلي غيابه اكيد مؤثر في الجانب الهجومي تحديدا بالنسبه للفريق. لكن بصراحه محمود وحيد عمل ماتشين مباراه سيمبا والمباراه اللي قبلها في الدوري او عفوا المباراه اللي قبلها كانت فكروني يا جماعه كانت مباراه ايه عمل مباراتين كبار جدا وبين ان احنا عندنا الظهير الايسر مطمنين في المكان ده جدا. عندك علي معلول عندك محمود وحيد لعيب جامد قوي قوي كان المريخ قبل سيمبا صح وكمان عندك ايمن اشرف بيجيد اللعب في المركز ده فبالتالي ما شاء الله عليهم الثلاثه يعني. لكن علي معلول كمان اكيد اضافه قويه لاعب خبرات كبيره ولاعب مهم بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله يتم تجهيزه بالشكل الامثل لمباراه فيتا كلوب. خلينا نروح كمان لحساب مبتدا على تويتر طلائع كامل العدد قبل مواجهه الاهلي في الدوري الممتاز. طلائع ماشيين يعني بشكل جيد مع الكابتن عبد الحميد بسيوني في الحقيقه من ساعه ما مشي الكابتن طارق العشري وجه الكابتن عبد الحميد بسيوني عاملين مباريات جيده ان هم يجمعوا عدد من النقاط بيتالق كمان عدد من اللاعبين سواء احمد سمير مهند لاشين انضموا لمنتخب مصر كمان عمرو جمال بصراحه عامل موسم مميز جدا مستغرب ان هو ما تمش اختياره في القائمه المبدئيه حتى المنتخب مصر لكن دي طبعا كلها رؤى فنيه كابتن حسام بدري. لكن هم بشكل عام يعني فريق قوي منافسه بكره المباراه هتكون غايه في الصعوبه ما بين الفرقتين الاهلي باذن الله يكون موفق فيها. خلينا كمان نروح لتصريح مهم جدا من العميد محمد مرجان مدير تنفيذي للنادي الاهلي من خلال حساب يلا كوره على فيسبوك وبيقول ان الاهلي هيواجه فيتا كلوب يوم 6 مارس على استاد القاهره وقال ان هو خاطب الاتحاد الافريقي لكره القدم عشان يتم تحديد الموعد بشكل مبكر ويتم ابلاغ به فريق فيتا كلوب بخصوص موعد مباراه الاهلي وفيتا كلوب الكونغولي يوم 6 مارس على استاد القاهره زي ما قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. طيب الاهرام وتصريحات من خلال مدرب سيمبا ديدي جوميز وبيقول موسيماني مدرب كبير والاهلي سيتاهل الى الادوار النهائيه. يعني كلامه طبيعي ما هو فعلا موسيماني مدرب كبير لكن اللي لفت نظري في الموضوع ده ان في الحقيقه اي فريق بيكسب النادي الاهلي فبيبقى المدير الفني بتاعه عليه سبوت جامد قوي. المدرب ده جامد ده كسب النادي الاهلي ده طبيعي بسبب حجم فريق النادي الاهلي وبصراحه فريق سيمبا تنزاني فريق مميز جدا عمل مباراه كبيره قدام الاهلي والراجل ده مدرب جيد ديدي جوميز. لكن هو بياكد على ان موسيماني مدرب كبير وعلى ان الاهلي سيتاهل النهائيه في البطوله. نتمنى يا رب رغم صعوبه المنافسه سواء في المجموعه او حتى في الادوار المقبله ان شاء الله لما الاهلي يتاهل يعني. لكن تبقى بطوله دوري ابطال افريقيا اهم البطولات الافريقيه واصعب البطولات ايضا بكل تاكيد. الاهلي حامل لقب هذه البطوله. ده كان ترند النادي الاهلي او ترند الاهلي بشكل عام واللي كان فيه اخبار النادي الاهلي في مختلف الحسابات الرسميه على السوشيال ميديا. هروح لفاصل بعد الفاصل هنرجع نكمل عندنا فقرتين مهمين جدا في حلقه النهارده. يلا بقالنا كتير ما بنتكلمش في الاخبار العالميه بالتالي خلينا نروح للترند العالمي ونشوف اهم وابرز الاخبار وبالتحديد طبعا هنتكلم في العالمي يبقى لازم نروح لنجمنا المصري الكبير الاسطوره محمد صلاح والكلام هنا من خلال حساب في الجول الرسمي على تويتر وبيقول محمد صلاح الاعلى في قائمه رواتب ليفربول وتشامبرلين يتفوق على ماني وروبرتسون ودي مفاجاه بصراحه عليكم رواتب لاعبي ليفربول مفاجاه ان تشامبرلين يتفوق على ماني وروبرتسون لكن هنتكلم دلوقتي في الرواتب وفقا لما نشرته صحيفة ذا صن البريطانية. محمد صلاح ما شاء الله لا قوة إلا بالله 10 مليون و400 ألف جنيه استرليني هو أكتر لاعب يتقاضى أجر سنوي في ليفربول ودي حاجة نفتخر بيها في الحقيقة إن إحنا عندنا لعيب مصري بقيمة وقامة محمد صلاح هو النجم الأول ليفربول. بعديه بيجي مين؟ تياجو ألكانتارا الوافد الجديد من بايرن ميونخ ب 10 مليون جنيه استرليني سنويا. بعد كده فيرمينو وفان دايك 9 مليون و300 الف جنيه استرليني. بعد كده هندرسون وميلنر 7 مليون و200 الف جنيه استرليني. كيتا وتشامبرلين 6 مليون و200 الف.
ماني وماتيب 5 مليون و 200 الف جنيه استرليني. غريبه ان ماني في المركز ده بخصوص الرواتب، لكن ممكن يكون في تعديل او خطه لتعديل عقده خلال الفتره اللي جايه هنشوف. دياجو جوتا اللي جاي من ولفرهامبتون طبعا لاعب مهم جدا وبيعود من الاصابه، هيكون اضافه كبيره جدا ليفربول خلال المباريات المقبله، 4 مليون و 700 الف جنيه استرليني. اليسون حارس المرمى 4 مليون و 600 الف جنيه استرليني. بعد كده شاكيري 4 مليون و 100، وبعد كده فينالدوم 3 مليون 900 او 3 مليون 900 الف جنيه استرليني. حاجه يعني كبيره وحاجه مميزه بخصوص نجمنا المصري محمد صلاح اللي الكلام كتير بخصوص رحيله عن ليفربول. هنشوف اخر الموسم ايه اللي هيحصل، لكن في كل الاحوال اي مكان هيكون متواجد فيه محمد صلاح فهو اكيد هيكون اضافه للمكان ده، ده امر مؤكد عشان قدراته الكبيره واحد ابرز اللاعبين في العالم بكل تاكيد. خلينا نروح لخبر اخر من حساب سكواكا للاحصائيات على تويتر، واللي كتبوا ان كل اللعيبه اللي لعبت اكتر من 500 دقيقه في الدوري الانجليزي يعني اكتر من موسم يعني على ملعبهم يعتبر محمد صلاح الاكثر تصويبا على المرمى بنسبه 3.7 تسديده متخطيا البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، وده رقم ايضا جيد بالنسبه لنجمنا محمد صلاح وبيدل على مدى يعني اهميه صلاح في التواجد في تشكيل ليفربول، بما انه لاعب كبير وبما انه لاعب مؤثر كمان وهداف البريمير ليج كمان الموسم ده، وكان هداف البريمير ليج موسمين قبل كده، الموسم اللي فات بس هو اللي ما خدش الحذاء الذهبي. نتمنى له ان شاء الله ان هو بالتاكيد ياخد هداف الدوري، لان ليفربول بعيد شويه عن نفسه هذا الموسم بسبب تفوق مانشستر سيتي وعدد من الفرق وتعثر ليفربول بسبب الاصابات المختلفه. لكن هنا كمان الصوره اللي على اليمين دي جايبين عدد التصويبات على المرمى من ساعه ما جاب برونو فرنانديز احد ابرز اللاعبين في الدوري الانجليزي هذا الموسم والموسم اللي فات كمان من ساعه ما جه في شهر يناير لمانشستر يونايتد من سبورتنج لشبونه، هو لاعب مميز جدا جدا. الراجل شاط 44 مره على المرمى، يجي بعديه على طول محمد صلاح برصيد 42، وبعد كده ساديو ماني برصيد 40، وهاري كين برصيد 37، ويجي رقم 9 كيفن دي بروين برصيد 31، وبيدرو نيتو برصيد 31 ايضا لاعب ولفرهامبتون. دي كلها احصائيات وامور مهمه جدا وطبعا تتعلق بنجمنا المصري محمد صلاح، فهي بتبقى اكثر اهميه يعني. خلينا كمان نروح لحساب يلا كوره، وعندنا لاعب محترف مميز قوي 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 هو احمد حسن كوكا، وعامل موسم ممتاز مع اولمبياكوس واحرز هدف مهم قوي في اليوروبا ليج من يومين كسب بيه فرقته. ودي احصائيه خاصه باحمد حسن كوكا من خلال حساب يلا كوره على تويتر، واللي بيقولوا في ناس بتشتغل في صمت وبتعمل في صمت. احمد حسن كوكا مع اولمبياكوس هذا الموسم 23 مباراه 11 هدف و4 اسيست، يعني مساهم في 5 او في 15 هدف في 23 مباراه، وده عدد معدل ممتاز يعني. لكن النقطه هنا ليه كوكا ما بنشوفوش بالمستوى ده مع منتخب مصر؟ علامه استفهام كبير، لكن هو بيعمل يعني مستويات ممتازه سواء لما كان في الدوري البرتغالي او حتى في الدوري اليوناني. نتمنى ان احنا نشوف نفس المستوى ده من كوكا احد اللاعبين المميزين جدا في خط هجوم منتخبنا الوطني واللي بيشرف مصر اكيد في اليونان. خلينا كمان نروح للبي بي سي سبورت واللي بيتكلموا على تصريحات ليورجن كلوب بخصوص منافسه ليفربول على بطوله الدوري هذا الموسم، وقال ان مع زياده قائمه الاصابات بالتالي فرص المنافسه على البطوله اصبحت قليله بشكل كبير. دي كانت تصريحات يورجن كلوب، وهو كان نفسهم السنه دي ان هم يحافظوا على اللقب، وكان هيبقى انجاز كبير قوي طبعا ان هم يحافظوا على هذه البطوله اللي حققوها بعد غياب حوالي 30 سنه من سنه 90، فبالنسبه لهم حاجه كانت كبيره جدا. ليفربول فريق كبير وعنده تاريخ عظيم يعني، فكان هدف من اهدافهم ان هم يحافظوا على بطوله الدوري. لكن واضح بسبب كثره الاصابات اللي ابتدت بفيرجن فان دايك مرورا بعدد كبير من اللاعبين فابينو وهندرسون، وعندك كمان جوتا اتصاب قعد فتره وبيرجع، عندك عدد من اللاعبين اتصابوا على مدار الموسم اثروا بشكل كبير جدا على مستوى ليفربول، فبالتالي اثروا على فرص منافسه الفريق على بطوله الدوري. والراجل بيقر بكده مستر يورجن كلوب المدير الفني المميز لفريق ليفربول. نروح لحساب اس على تويتر واللي بيقول تصريحات ونشر تصريحات لبوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان، واللي بيتكلم عن وقال انه هيرجع للمشاركه في التدريبات الجماعيه مع الفريق يوم الجمعه المقبل. نيمار اتصاب وغاب على مباراه برشلونه، كان نفسنا نشوف نيمار بيلعب مباراه برشلونه فريقه السابق، لكن اصابه بعدته عن هذه المباراه، المباراه اللي تفوق فيها باريس سان جيرمان بنتيجه 4-1 واللي شهدت تالق ملفت لكيليان امبابي النجم الفرنسي واللي في الحقيقه يعتبر احد ابرز اللاعبين في العالم، واكيد عاجلا هيكون احسن لاعب في العالم على مدار السنوات
المقبلة. دي كانت تصريحات بوكيتينو المدير الفني الأرجنتيني المميز والمدير الفني السابق لتوتنهام واللي وصل معاهم لنهائي تشامبيونز ليج امام ليفربول واللي فاز بها نجمنا المصري محمد صلاح مع فريقه الانجليزي، وماشي الراجل بشكل كويس جدا مع باريس سان جيرمان. طيب خلينا كمان نروح لتصريحات اخرى وتحديدا من خلال حساب في الجول على تويتر، وهي تصريحات خاصه بلوتارو مارتينيز احد ابرز المهاجمين في الدوري الايطالي ومهاجم الانتر ومهاجم الارجنتيني المميز، وبيتكلم في صحيفه لاجازيتا ديل سبورت الايطاليه. قال مفاوضات برشلونه باتت ماضيا، ساجدد لانتر. والراجل بيقول انا كنت بتفاوض فعلا مع برشلونه فتره من الفترات، لكن في الفتره الحاليه بتكلم او اهتمامي كله في الاستمرار مع انتر. وقال انا حاسس ان انا هقعد فتره كبيره جدا في الدوري الايطالي وتحديد مع انتر، وهيجدد عقده الاعلان الرسمي من قبل النادي. لاعب مميز جدا. طيب دي كانت اهم وابرز الاخبار العالميه. لسه عندنا مشاركات حضراتكم على الصفحات الرسميه المختلفه لقناه الاهلي على السوشيال ميديا. نبتدي بمعاذ عبد اللطيف اللي كان بيتوقع تشكيل النادي الاهلي في مباراه الطلائع بكره كالاتي: الشناوي، محمود وحيد، ايمن اشرف، بدر بنون، محمد هاني، في نص الملعب ديانج والسوليه، وبعد كده طاهر وقفشه والشحات وبواليا. نروح لرامي حسن واللي قال الشناوي، ايمن اشرف، بدر بنون، محمد هاني، محمود وحيد، السوليه، ديانج، قفشه، الشحات، محمد شريف، وطاهر محمد طاهر. دي كانت بعض التوقعات. احنا عندنا في الحقيقه رسائل كتير جدا، لكن وقت البرنامج مش بيسعفنا ان احنا ناخد كل تفاعلات حضراتكم، لكن اكيد هناخد تفاعلات حضراتكم على مدار الحلقات المختلفه المقبله. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج. استنونا، الى اللقاء.